تقارير كولومبية وأخرى إسبانية مقربة من نجمة الغناء العالمية شاكيرا وحبيبها السابق وزوجها لاعب كرة القدم البرشلوني جيرارد بيكي أعلنوا عن تصالحهم وانتهاء الحرب القضائية فيما بينهم. ذكرت الصحيفة الكولومبية أنه بعد شهور من الخلافات والعلاقات السيئة استقرت على الأقل فيما يتعلق بطفليهما ميلان وساشا. نقلت الصحيفة عن مقربين من شاكيرا وبيكي قولهم أن الطرفين ملتزمان باتفاق الانفصال ولم يعد هناك أي نقاش أو مشكلة. فيما ذكر موقع إسباني عالمي أن الفنانة الكولومبية أرادت دائما لا يكتشف طفلها أن صديقة بيكي الجديدة هي السبب في انفصالهما. ما راح تقدري. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.